3-2. رغم حداثة الدراما اليمنية نتيجة عوامل كثيرة من بينها غياب التأهيل الفني، إلا أنها في العقود الأخيرة شهدت حضورا أكثر لأسباب من بينها توسع مساحة الإعلام المرئي الرسمي والأهلي، وكذلك حضور مؤسسات إنتاج جديدة وإن كانت محدودة. متعلين المجد أفعال وأقوال، كل واحد أفعاله تسابق أقواله. الشخصية اليمنية في المسلسلات الرمضانية هي محور الدراما إذا ما تعلق الأمر بتحليل المحتوى الفني من حيث الشكل والمضمون، والذي يغلب عليه الطابع الاجتماعي، حيث الأسرة ومؤسسات العمل والمجتمع مسرح العمليات الفنية. يرى متابعون أن العذر قد يكون ملموسا لبعض الفنانين الذين ظهروا بشكل مرتبك وهم يؤدون أدوارا ليسوا مقتنعين بها تحت ضغط ظروف الحرب وربما الحاجة، وظهروا بأداء غير مقنع للمتابع الدقيق على الأقل. مسكين هذا الولد، انظلم حتى من أقرب الناس له. الارتجال والعشوائية سمات بارزة في المسلسلات على اختلاف مضامينها ومنتجيها ومخرجيها، لم ينبثق عنها عمل على قدر جيد من الجودة الفنية من حيث الشكل والمضمون. تنزلن مرتان ليش يا بنزل بدون نتخبي. المسلسلات التي تم بثها في وسائل إعلام الانقلاب هي الأخرى كانت أكثر ركاكة يغلب عليها الطابع التعبوي، كما تضمنت تحريضا مناطقيا على أبناء الجنوب وتشويها لشركات اقتصادية بعينها، كما في مسلسل كل يهون في النسخة الثانية. ضعف الخيال الفني أفرز أعمالا فنية قائمة على تشويه الشخصية اليمنية وأظهرها مظهر الشخص غير العقلاني. هذه هي أبرز الملاحظات على المحتوى الفني، إضافة إلى ضعف الحبكة الدرامية في السيناريو الأصل والذي انعكس على أداء الفنان. تخطو الدراما اليمنية بشقيها الاجتماعي والسياسي خطوات حثيثة نحو الاحتراف الفني الذي لا يزال الطريق إليه طويلا كما يبدو، إلا أن البلد الذي يفتقر لبنية تحتية فنية وعلمية يصر فنانوه على حقهم المشروع في الإبداع ولو من باب تسلية المشاهد في زمن المواجع.